هناخد القياس الدائري، اولى ثانوي حساب مسلسلات، القياس الدائري والستين. بص يا سيدي، ايه القياس الدائري والستين ده؟ بيقول لك ان اي زاويه، اي زاويه لها قياس دائري وقياس ستين. يعني احنا طول حياتنا عارفين الزاويه مثلا دي كده بنقول عليها 30 درجه، قياسها 30 درجه. قال لك طب ما الزاويه دي اصلا كانت جزء من دايره، يعني الزاويه دي كانت جزء من دايره كده، وهي كانت زاويه مركزيه. فقال لك يبقى لها قياس برضه اسمه القياس الدائري. طب القياس الدائري ده معتمد على ايه بقى؟ معتمد على طول القوس ده اهو اللي قصادها ده ونصف القطر. تمام؟ قال لك لو احنا قسمنا طول القوس ده على نصف القطر، يعني المفروض مثلا طول القوس ده 10 مثلا ونصف القطر ده 5 سم، لو قسمنا 10 على 5 يطلع الاجابه 2. اثنين. اه 2 ده قال لك اسمه 2 دائري، مش 2 درجه بقى، 2 دائري ده العلاء ده اللي من فوق كده. تمام؟ طيب فقال لك القياس الدائري ده احنا ممكن نسميه ايه؟ الرمز ده باللاتيني اسمه سيتا. سيتا اختصار كلمه القياس يعني، او قياس الزاويه. قال لك ممكن نسميها سيتا دائري. طب امال القياس اللي احنا طول عمرنا عارفينه دلوقتي 30 درجه و50 درجه و60 درجه والكلام ده؟ قال لك ده هنسميه سيتا درجه. سيتا درجه. طيب قال لك طب انا دلوقتي في علاقه بين القياس الدائري والستيني؟ قال لك اه. قال لك ادي سيتا درجه وادي السيتا ده اللي هو القياس الدائري، يعني ده رمز بدل كلمه، بدل ما يقعدوا يكتبوا القياس الستيني يقوم قايل لك سيتا درجه، بدل ما يقعد يكتب القياس الدائري يقول لك سيتا دائري. تمام؟ طيب قال لك ايه العلاقه بينهم؟ قال لك ان السيتا دائري الباي عنده بايه؟ ب 180 درجه. يعني ايه؟ الباي دي لا الطه، يعني الباي ب 180 درجه، يعني ايوه ايوه اه الباي دائري. بص الباي دائري بتساوي 180 ايه؟ 180 درجه. ده دائري زي دائري وده ايه؟ ده دائري اه. فقال لك طب انا دلوقتي انا جبت لك دلوقتي القياس الدائري كان كام مثلا؟ كان 2 درجه نحطه تحت الدائري. طيب عايز تجيب الستيني؟ اعمل مقص. مقص ازاي؟ اهو اقوم قايل له بقياس الستيني، بدل ما يكتبوا كلمه بقى القياس الستيني يكتبوا سيتا درجه دي. قال لك طب ما نعمل مقص، نضرب 180 في 2 على باي ونحسبها بالآلة. 180 في 2 على باي، اضربها كده بالآلة. انت عندك في زرار للباي زي ما انت عارف، يعني الباي عندك ايوه الباي لها الزرار اللي تحت خالص ده، ده فانت لما تيجي بقى تعملها تدوس ايه؟ ايوه ايوه تدوس شيفت باي اكتبها. تمام؟ طيب 14 ونص 114 وكم؟ ونص تقوم داس على الزرار، شايف الزرار اسمه كوما ده؟ في زرار اسمه ايوه كوما. شفت، تقوم ما داس دوست عليه عليه هيقسمها لك. طلع 114 درجة ولا 114 ايه ده 114 درجة وكام بقى؟ و35 دقيقة الله و29 ينور ثانية عليك، و12 ثانية. و29 ثانية ماشي ماشي. بس قالك يبقى ده نقطة قياس، 61 يعني مش عارف مشكلة لا مش مشكلة، ده جزء من الثانية يعني، يعني ده يبقى ده قياس ماشي الستين بتاعه. يبقى قياس الستين بتاعه طلع بالدرجات، يعني الزاوية اللي هي 2 دائري هي 114 درجة. تمام؟ يعني المفروض الزاوية دي لو احنا هنرسمها صح كانت تبقى كده مثلا، احنا دلوقتي قلنا 10 على 5 ده 2، 114 يعني هتلاقي زاوية منفرجة كده. يعني الزاوية دي يعني لو القوس ده اهو، القوس ده قصادها اللي هو لام، ارمزوا له بلام، طوله 10 سم والنق اللي هو نصف القطر طوله 5 سم، المفروض الزاويه دي تبقى 114 درجه والدقائق دي معاها. تمام؟ لكن تمام. الدائري قياسها 2 دائري، يبقى انت طول حياتك شوف هو بقى قياسها. لازم اكتب الدقايق والثواني يا اما هو كده في نص المفروض يعني السؤال صح؟ بيجيبها في اختيارات، يعني المفروض تجيبها في اختيارات واخد بالك، بس انت ممكن تكتبها كنسبه، يعني ايه يفضل في الستين تكتبها يفضل، فاهمني؟ طيب يبقى انا دلوقتي انا فهمت حاجه، ان اي زاويه، شوف احنا خدنا قبل كده ان الزاويه طلع لها قياس موجب وقياس سالب، وطلع لها قياس دائري وقياس 60. احنا طول حياتنا عارفين ايه هو القياس بتاع الدرجه ده وخلاص اللي هو ال 60. قال لك لا، ده الزاويه كده لها قياس دائري و60، مش قياس 60 ده اللي بالدرجات بس. فتلاقي المسائل كلها ماشيه على ايه بقى؟ ماشيه على انه يحول لك من دائري ل 60. ازاي؟
هنسيبنا من المسائل اللي هي مباشره، اللي هي يقول لك ايه، اوجد القياس الدائري اوجد القياس السكيني وكده. هنخش على طول يعني، لو فتحنا في المعاصر كده عندك ايه يعني الاسئله، افتح كده تمرين 9 في المعاصر على القياس السكيني والدائري، هتلاقي عمال يقول لك ايه، ايه اوجد بدلاله باي دي، اوجد بدلاله باي يعني ما تطلع لك باي ما ايه، هو انا ما فتحتش ها ما فتحتش ما فتحش التمارين لسه. ثواني. طب افتح ماشي، تمارين 9، تمارين 9. تمام انا فتحت اهو، قال لك اول سؤال ايه، اوجد بدلاله باي صح، صح. ماشي، القياس القياس الدائري الدائري لكل من الزوايا التي قياسها تمام. كالتالي، انا اول ما يقول لي كده بص هنحل مثلا ايه برضو عليها، ستة اهو درجة بقى صح؟ انا عامل سيتا درجه وهنا سيتا دائري تمام، واقوم كاتب الباي تحت ده وال 180 تحت ده. بس انت عايز ايه بقى يا باشا، انت جايب لي قياس بالدرجه اللي هو ال 60، حط تحت دي تحت الدرجه، انت عايز تجيب ده خلاص، ده اسمه ايه بقى، ده اسمه سيتا دال، انا عايز اجيب القياس الدائري خلاص، يبقى اقول له سيتا دال يساوي 100، هتضرب ده في ده وتقسم على اللي قصاد الفاضي، يعني اللي قصاد الفاضي اللي هو الشبكه مع الفاضي اللي هو ال 180 خليها تحت، واضرب 135 في باي على 180. طيب هو بيقول لك بدلاله باي، بدلاله باي يعني عايز اقول لك ما تعملش الباي على الاله، يعني بس اعمل لي 135 على 180 تمام، دي لو انت عملتها هتلاقي طلعت لك 3 على 4 صح، 3 على 4 ممكن انت كاتب ايه، 3 على 4 باي، او تكتبها يفضل 3 باي على 4، يبقى كده انت جبتها بدلاله باي، يعني هو مش عايزك تحسب الباي. طيب في تمام زاويه زي اللي هو جايبها لي ايه مثلا سالب 235، 112 و30 ماشي ماشي انا باخد لك بس الافكار، سالب 112 درجه و30 دقيقه دي سهله، طب 112 درجه و30 دقيقه لما تيجي تكتبها تكتبها ازاي؟ على الاله، تقوم كاتب تحسب تدي على الاله، تقوم كاتب 112 على يعني 1 1 2 وبعدين تكتب كوما، الدرجه دي تكتبها كوما، وبعدين 30 كوما، زرار اللي هو الكوما ده، زرار الكوما ده معناه درجه ومعناه دقيقه، ولو في ثانيه كمان افرض في 12 ثانيه مثلا تكتب 12 كوما تمام، وهتضربها عادي برضو نفس القصه. طيب اللي فيها فكره اللي هي رقم 4، رقم 4 بيقول لك ايه، سالب 235 درجه، طب ما سالب 235 درجه ده قياس سالب، قياس سالب انا عايز له قياس الايه، الموجب الاول صح، لازم احولها للموجب الاول، يبقى انا ممكن اقوم عامل انا ايه، سالب 235، احنا قلنا لو القياس بتاعك سالب افضل زود عليه 360 لحد ما نوصل لقياس الموجب، 360، يعني كنت لسه هقول لحضرتك زي 360 الله دلوقتي. ينور عليك، بس هتلاقيه اداك كام يا باشا، هتلاقيه ادالك 25 درجة ولا كام؟ 125، 100 125. 125 درجة، حلو، يبقى دي ده قياس الدقيق الستين بتاعي، كاتب القاعدة بتاعتي خلاص كده أهو، ال 125 درجة هنا، لا خلي ال 180 هنا الأول، وتساوي باي هنا، حط ال 125 هنا يا باشا، وأعمل كروس بتاعك خلاص، يبقى 125 في باي على 180، دلالة باي برضو. بدأت باي 125 في باي، اقوم له بقى ايه، ما سيتا دائري 125 في باي على 180، هتسيب الباي مش هتعمل فيها حاجه، خلص دي بالآلة تمام، هتطلع لك كام، 25 على 36. 25 على 36، بس تقول له بقى 25 على 36، 25 باي على 36. ولذلك قال لك ايه بقى، قال لك في الحالات الذاكره ماشي معلش، في عندك برضو واحده اللي هي ايه 780، شايف اخر واحده اللي جايبها 780 دي، 780 درجه، دي هنقص ممكن، منها 360 الله لغاية ينور، ما تيجي لغاية ما لحد ما تيجي توصل أقل لقياس رقم. اصغر من 360 تعرف تعملها، طيب طب اعملها كده، اعملها وانا احلها تبقى تاني، ب 60. ها تبقى ماشي 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 تمام. هتوصل، أنا كنت بس طلعت ال 60 يعني. هتوصل ل 60 صح، طب اعملها بقى بالقاعده دي بقى، سيتا درجه يساوي سيتا دائري، ماشي وابتدي بقى ماشي تمام. اعوض كده، ماشي هي كانت جايه الزاويه كام؟ كانت جايه 780
فضلت تشيل منها 360. وصلت 60 فعلا. طلعت معاك ايه في الاخر؟ بقى على 3؟ اه واقع واحد على على 3، ثلاثة. واقع على 3، الله ينور عليك. يبقى 60 درجه سيتا درجه، ودي ايه سيتا دائره. حلها تاني وانت شفتها صح ولا غلط. ادي 180 وادي باي، تمام دائره. خلاص هتحط انت ايه ال 60 تحت ده، هتعمل المقص بتاعك، يبقى 60 في باي على 180. لو انت حسبت 60 على 180 هتلاقي اداتك 1 على 3. طب ما انا لما اكتب 1 باي على 3، الواحد ملوش لازمه، هكلمها باي على 3. ولذلك قال لك فيما بعد بقى، فيما بعد لما هيجيب لي زاويه يقول لي قياسها باي على 3، لقوا ايه؟ لقوا ان انت لعطت عن الباي ب 180. ما احنا عارفين ان الباي دي كانت دائري، فاهمني؟ يعني الباي ده لما يجيها لي بقى يقول لي زاويه قياسها باي على 3، هو يقصد ان الباي دي انها باي دائري، مش الباي بتاعت زمان اللي هي 22 على 7 و3 و14% والكلام ده. لا، هو يقصد بقى الباي دائري. الباي دائري يبقى كام؟ 180 على 3 تساوي 60 على طول. يعني فيما بعد حتى في ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي لما هيجي لنا الزاويه فيها باي كده، وفي اولى ثانوي برضه الباي دي هنشيلها على طول ونقول بدالها ايه؟ 180 على 3 تطلع 60 على طول، يبقى كده جبت ال 60 بتاعها على طول. دي كنوع من التبسيط يعني. يعني ايه؟ حتى ساعات يقول لك ايه؟ هناخد بعد كده حاجه اسمها في الدرس اللي جاي، حاجه اسمها ان شاء الله دائره الوحده. دائره الوحده دي بيبقى دايره نصف قطرها واحد، دايره عامله كده. بص نصف قطرها ده هنا، من هنا واحد، من هنا واحد، من هنا سالب واحد، وهنا سالب واحد، بس طول نصف القطر كام؟ واحد. فيقول لك دي بادئه منين؟ بادئه من صفر درجه وبعدين 90 درجه، بتزيد كل شويه 90، 180 درجه، اللي هي الزاويه الرباعيه. دخلوا الدرسين في بعض اللي هو الدرس اللي فات والدرس ده. ما انت هتلاقي حساب المسلسل كله مترابط ببعض. خد بالك انت لما تخش كمان ثانيه ثانوي هيبقى عندك حاجه اسمها التفاضل. التفاضل هتلاقي ايه في ثالثه ثانوي، سوري، هتبص تلاقي في التفاضل والتكامل، هتلاقي حساب المثلثات داخل جزء في التفاضل والتكامل. حساب المثلثات ده هتلاقيه بعد كده راشق معاك في الرياضه في اي حاجه. يعني حتى ان شاء الله نخش هندسه هتلاقي حساب المثلثات ده معاك اساسي. يعني حساب المثلثات ده بعد كده هيبقى زي جدول الضرب كده بالنسبه لك، يعني راشق في كل المسائل، فاهمني؟ مهم جدا. بص بقى ال 180 دي، ال 180 دي اللي هي باي، فاهمني؟ 180 احنا عندنا ثانيه اسمها باي. فقال لك طيب خد بالك هي بتلف كده 0 90 180 270 360. قال لك طب ما هتبقى ال 360 كده ايه؟ 2 باي. 2 باي ل 360 قد ال 180 مرتين. طيب قال لك وتبقى ال 90 منها نص ال 180 تبقى باي على 2. ال 90 نص ال 180 كانك قسمت الباي على 2، وال 270 منها قد ال 90 ثلاث مرات اتنين يقول لك باي عليها 3 باي على 2. ما ال 270 قد ال 90 تلاتة باي على اتنين. ثلاث مرات يقول لك عليها تمام 3 باي على 2، فاهمني؟ تمام بس فدي هناخدها ماشي بعد كده في الدرس الجاي ان شاء الله، اللي هي دائره الايه؟ الوحده. خد بالك؟ طيب حتى هو يمكن مديها لك بشكل كده ايه بيمهدك ليها، مديها لك في مثال كده، مديها لك فيه في مسألة رقم 4 يعني شبيهة بيها شوية. طيب لو جينا بصينا على ايه بقى؟ السؤال اللي بعده برضه نفس القصة، بس هيحاول الدائري ايه؟ ال 60 الدائري. الدائري ال 60 هيبقى نفس القصة برضه. تمام؟ فأنا من الآخر كله بقى هكتب القاعدة بتاعتي، باي بتساوي 180 وايه؟ وعوضه كده. طب أنا يهمني بقى المسائل اللي هي زي مين؟ ودي اللي ممكن يجيبها لي في الامتحان بقى، اللي يجيب لي مثلا ايه؟ يقول لك السؤال زي سؤال رقم 5، السؤال الخامس يقول لك اوجد القياس السكيني والدائري للزاويه المركزيه التي تحصل قوسا طوله لام في دائره طول نصف قطرها نق في كل من الحالات الاتيه. شايف السؤال ده؟ قول ايوه شايف السؤال ده؟ اوجد القياس الدائري والسكيني، سؤال اوجد ايه بس القياس السكيني لسه كان بيقطع الخامس. شويه عندي، ها تقول ايه؟ ولكن النت كان بيقطع عندي حبه شويه اوكي جدا. ماشي. طب شايف السؤال الخامس؟ اه
اللي بيقول لك اوجد القياس السكيني والقياس الدائري لزاويه مركزيه ايوه تحصر صح. قوسا. طبعا في الامتحان مش هيجي لي كده، في طريقه الامتحانات الحديثه هيقوم قايل لي ايه؟ هيقوم قايل لي اذا كان، هيجيب لي بقى علاقه تكمله يعني، اذا كان طول قوس في دائره كان مثلا 12 سم يقابل مثلا في دائره، اذا كان طول القوس يساوي 12 سم في دائره مركزها دائره نصف قطرها، انا حابب ادخلها لي علاقه ايه تكمله يعني، في دائره نصف قطرها 10 سم خلاص، فان قياس الزاويه المركزيه يساوي مثلا، او القياس الدائري للزاويه المركزيه يساوي كذا، ممكن بيقول لك القياس السكيني، ممكن يقول لك القياس الدائري، ويقول لك نقط ويجيب لك اختيارات. فانا من الاخر انا طبعا، هو ممكن بقى لو هو ايه عايز يجيب سؤال يبقى شامل يقوم قايل لي ايه، فان القياس السكيني للزاويه المركزيه يساوي نقط. طب ثانيه واحده، طب انا اصلا طول القوس اللي هو لام اللي هو ب 12 ونصف القطر اللي هو 10 نق، اساسا لام ونق ما لهمش علاقه بالقياس السكيني، ده لهم علاقه بالقياس الدائري صح ولا لا؟ دائري صح. يبقى انا كده اجيب الدائري وبعدين بحوله ل 60، ما هو بيقول لي عايز القياس السكيني، والمعلومات اللي انت مديها لي دي تجيب قياس دائري، خلاص نجيب لك الدائري الاول اهو سيتادال يساوي لام على نق، يبقى 12 على 10 2 1 و2 من 10 كده دائري، نكتب عليها دائري زي ما انت بتكتب على الثاني درجه، وطالما جبت الدائري خلاص سهله يا باشا نحوله ل 60 اهو سيتا درجه، وادي سيتا دائري، سيتا ديجري، سيتا درجه، وده سيتا دائري، تكتب تحت ده 180 وتحت ده باي، وتحول بقى 1 و2 من 10 ده يتكتب تحت الدائري خلاص، واعمل مقاس وخلاص على كده، يبقى 1 و2 من 10 في 180 على باي، وده يبقى جبتها ايه انا ايه بقى، بس تقوليش بقى الباي هنا ب 180، هتعوض عادي بالباي عادي اللي عندك على الآلة عادي، واخد بالك؟ يعني 101 من 10 180 على الباي اللي هي بالآلة عادي خلاص؟ لكن لما يجي يقول يبقى لك 68 درجة و45 دقيقة أو 17 ثانية. بس 68، يبقى كده انت جبت له قياس ال 60، 68 درجة وكام؟ 45 دقيقة؟ بس ماشي حاجة زي كده ثواني. ماشي ماشي مش مشكلة. طب انا يهمني بس خمسة طريقة، وأربعين دقيقة و17 ثانية. ماشي انا يهمني بس طريقة الحل، فهمنا القصة بتاعتها؟ طيب ممكن برضو يلعب لي في الحاجات دي بقى، يديني ايه؟ ينقص لي واحدة من دول، انا اصلا عندي اي قانون زي ما احنا عارفين من زمان ان انا ممكن اي قانون اعمله بمثلث، يعني ازاي اعمله بمثلث؟ يعني هو ايه؟ بيقول لي مثلا اهو، انا بنقول سيتا دائري بدل ما اقعد احفظ قانون كتير يساوي لام على نق، طب ما انا ممكن اعمل كده اهو، سيتا دائري بيساوي ايه؟ يساوي لام على نق، اللي تحت دول دايما بيبقوا مضروبين في بعض اهو، يقوم لما يجي يقول لي ايه؟ لما يجي يقول لي هات اللام يساوي سيتا دال في نق معايا؟ لما يجي يقول لي طب هات النق يبقى لام على، دي شرط الكسر، لام على سيتا د، وراح دماغي وخلاص تمام. يعني ممكن اي قانون بكتبه بالطريقه المثلثيه دي، زي ما انت زمان كنت تاخد مثلا ايه مساحه المستطيل الطول في العرض، كان يقول لك المساحه بتساوي الطول الاصل في العرض، تقوم لما تيجي تجيب الطول تقسم المساحه على العرض، تيجي تجيب العرض تقسم المساحه على الطول، تيجي تجيب المساحه تضرب الطول في العرض وهكذا تمام. فاي قانون ممكن احوله للشكل المثلث ده طالما في ضرب وقسمه وكده، ممكن احوله للشكل ايه المثلث ده. طب ده ينفعني في ايه؟ السؤال اللي بعده مثلا بيقول لي اوجد طول نصف قطر، طول نصف قطر الايه الدائره، طب ما كده اللام بيساوي سيتا دال في نقط. طب لو انا مش عايز اعمل حركه المثلث دي انا ممكن احل عادي جدا، ابقى حافظ القانون بتاع سيتا دال بيساوي لام على نقط واعوض فيه خلاص، بدل ما اقعد احفظ مثلثات واوجع دماغي،
انت بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوجد طول نصف معايا اللي هو السؤال السادس، شايفه؟ اللي هو بيقول لك اوجد طول نصف قطر الدائره المرسوم ما بها زاويه مركزيه وطول القوس المحصور ومش عارف ايه. هو مديني السيتا ب 9 على 8 باي، انا ممكن اقعد عنها وخلاص، السيتا 9 على 8 باي. ماشي. واللي ايه تاني؟ خد بالك الباي دي بتبقى على السطر كده بتبقى كانها مع اللي فوق مش مع اللي تحت. انا ممكن احطها مع اللي فوق. ما تحطش مع اللي تحت. طيب اللام بكام؟ اللام مش مديهولي ب 22 ونص. والنق مش مديهولي. طب ما انا ممكن اعمل مقص واجيبها خلاص بدل ما اقعد احفظ القوانين كده. اهو. يبقى النق هيبقى ايه؟ اللي شابك مع النق اللي هو التسعة باي حطها تحت. واضرب 8 في 22 ونص فوق. وتطلع اجابتك بالآلة وشكرا. انا كده طلعت الايه؟ النق. مع محمود؟ مع حضرتك تمام؟ بس هو طلع مش مشكلة تطلع بكام بقى؟ طلع بالآلة وخلاص. بس ده يطلع كسر عشري بقى يعني ايه؟ النق هيطلع هنا مثلا ممكن يطلع لك 3 ونص، يطلع اي رقم بقى، المهم يعني ايه؟ هيطلع برقم وعادي لما يطلع كسر عشري يعني. طب تعالى نشوف بقى اللي هي رقم 3 في نفس السؤال. رقم 3 دي بقى اللي ممكن يسألني فيه. ليه؟ لأن أنا القانون بيقول لي سيتا دال يساوي لام على ناق. يعني القانون مختص بالسيتا دال الدائري، هو قام جايب لي قياس ستين. طب بسيطة نحوله لك دائري ولا تزعل نفسك، يعني أدي سيتا ديجري أهو، وأدي سيتا درجة أصلي، ودي سيتا دائري. خلاص؟ ده أصلاً بباي، ودي ب 180. أنت جايب لي كام؟ 139. حطها تحت الدرجة. ونعمل مقص. يبقى سيتا دائري هيساوي 139 على ايه في باي على 180. وممكن على فكره مش عايز تحسب الباي، ممكن تسيب الباي عادي، تجيبه بدلاله باي عادي جدا، يبقى زي المساله اللي لسه حلينا. طيب وممكن تسيبها زي ما هي كده يعني حتى من غير ما تختصر كمان، يعني انت ممكن تسيبها 139 باي على 180، ما هي لسه داخله في المساله. يا اما تكتب 139 على 180 تديك كام بالآلة؟ بالتالي هتديك برضه 139 على 180، صح؟ تمام. عملت 139 على 180 هتبقى برضه نفسها. هي تمام؟ خلاص نقوم حطينا بقى تحت الدائري دوت على 180. واللام عندي بكام؟ اللام مديهولي مش عارف 24 رقم كبير كده، 24 علامة ب 325,000 على النق ما انا مش عارفه مقص وبتاع واجيبه. برضه النق يساوي 180 في 24 3 25% 325,000 سوري على 139 باي، واحسبها بالآلة بتاعتي واطلعها وخلاص. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده نفس القصة. طب تعالى نشوف ايه السؤال الثامن اللي هو بتاع الاختيارات. انا قلت لك بقى لما هو يجيب لك الزاويه اصلا يكون جايب لك زاويه ويقول لك 25 باي على 9 زي اللي جاي في السؤال الثاني. الاختار السؤال اللي اختار جايب لك الزاويه 25 باي على 9، صح؟ شايفه؟ طيب انا بقى ما اقعدش ايوه بقى، طالما هو مديني الزاويه هو مديني فيها باي، اعرف بقى الحته دي. طالما هو مديك الزاويه فيها باي، اعرف ان هو مديك الباي دي باي دائري، يعني من حقك على طول مش لازم بقى تقعد تكتب سيتا درجه وسيتا دائري وتحول انت على طول، طالما اداك هو الزاويه فيها باي كده انت تقوم شايل الباي تحط 180 على طول، لان هو يقصد هنا بالباي الباي الدائري، بس هو ما كتبش كلمه دال اللي هي ب 180. يعني هنا ما يقصدش بقى الباي، طالما ادالك زاويه قياسها وادى فيه باي كده فهو ما يقصدش الباي الدائري، هو يقصد الباي اللي هي 180. ما يقصدش هتبقى 140 درجة، ايوه هو كده ما يقصدش الزاويه اللي يبقى هي الربع التاني. الله ينور عليك. انا اقصد بس حاجه ان الباي هنا يقصد بقى الباي الدائري، ما يقصدش بقى الباي اللي هي بتاعت 22 على 7 اللي هي بتاعت زمان دي، لا يقصد بقى الباي اللي هي 180. فانت ممكن تقوم عاملها على طول كده، هتلاقي دي اداتك 20 في 25 دي 500 درجه. طب 500 ده انا مش هقدر اعرفها كده، لازم افضل ايه؟ نعمل لها ايه؟ اعرفها في انهي ربع نقصها من دي. 360. الله ينور عليك. ما دي معديه 360 لازم نوصلها لحاجه اقل من 360. ادي صفر عشان الصفر 4، وده يبقى كام؟
140 140 140 درجه. حلو، 140 دي اصلا في الربع الكام؟ احنا عارفين الربع الاول من الصفر تاني ل 90 صح؟ تاني تاني الله تاني ينور تاني عليك، يبقى هي كده ده الربع الاول، ده الثاني دي 270 كمراجعه يعني 360. خلاص يبقى هي كده دخلت فين؟ في الربع الايه؟ الثاني. طيب دي من ضمن الاسئله اللي بعده برضو شبيه دي كله. بيقول لك مجموع، طب شوف السؤال كده رقم 6، يعني السؤال الثامن دون المساله رقم 6 ايوه بيقول لك ايه؟ مجموع قياسات ايه؟ الشكل الرباعي بالتقدير الدائري يساوي ايوه الشكل الرباعي اصلا مجموع قياساته كام؟ مجموع قياسات زوايا كام؟ 360 360 درجه. طب 360 درجه دي تبقى جاري على قلتها على طول، يساوي كام باي؟ ايه؟ ما هو بيقول لك يساوي كام من الاختيارات اللي تحت دي؟ 2 باي ولا باي ولا 3 باي على 2 ولا 3 باي؟ انا طبعا هضطر احولها بقى، هضطر اكتب سيتا درجه وسيتا دائري واحول بقى 180 دي باي اتنين ودي في المية 180. اتنين باي 2 اتنين باي. باي الله ينور 2 باي. ليه بقى؟ اصل ال 180 اصلا بباي، يبقى 360 من غير بقى ما ايوه اقعد اعمل مقصات ولا بتاع، مش محتاجه اهي، ما ال 180 بباي، يبقى 360 قدام مرتين يبقى ب 2 باي على طول. انت فاهمني؟ طب ما خدتش فاهم بالي، ما خدتش بالي، خلاص يا سيدي اعملها كده واعمل مقص اهو، 360 في باي على 180، شكرا، دي هتدي لك 2 وادي الباي تنزل. ماشي؟ طيب تمام ماشي ماشي. طيب تمام لو شفنا برضو في الـ لو شفنا في القياس الدائري برضو. ماشي، نبص مثلا على ايه؟ زي ما قلت لكم برضه في واحده بيقول لك مثلا اوجد محيط الدائره التي فيها قوس طول 12 ويقابل زاويه محيطيه. بص السؤال اللي هو رقم 9، السؤال التاسع، ممكن يطلع انت عندك العاشر او حاجه عشان انا عندي طبعا دي. اوجد محيط الدائره التي فيها قوسا طوله يساوي ايوه 12 ايوه سم التاسع وقابل الزاويه المحيطيه 45. ده بيفكرنا بقى بالزاويه المحيطيه، خد بالك لازم نفتكر الموضوع ده، دي اسمها زاويه محيطيه، هينفعنا في الهندسه برضه. الزاويه المحيطيه بتبقى رأسها على المحيط، الزاويه المركزيه بتبقى هنا، خدنا الكلام ده في الاعداديه بس نرجعه تاني. دلوقتي الزاويه دي مثلا لو 30 درجه او لو دي 50 درجه، تلاقي المركزيه دي كام؟ 100 درجه، قدها مرتين، والعكس برضه لو دي 100 تلاقي دي نصها 50 برضه بالمره. كانت الزاويه المحيطيه دي بتبقى واقفه على ايه؟ على وتر هنا كده، واقفه على القوس ده، القوس ده عليه وتر. لو انا رسمت مماس من هنا الزاويه المحيطيه بتساوي المماسيه، يعني لو دي 50 درجه تلاقي دي 50 درجه. فاكر الكلام ده؟ بتاع ايه؟ يعني تالت. شوي ماشي، في ثالثه اعدادي، يعني يقول لك دي اسمها زاويه محيطيه، المحيطيه تلاقي الضلعين بتوعها واقفين على قوس اهو. لا مش فاكر لأن أنا والمركزيه قدها واقفه على نفس القوس، بتبقى قد المحيطيه مرتين. تمام؟ تمام طيب هنا المماسيه بتبقى جايه من مماس مع وتر. الضلعين بتوعها واحد تمام مماس والثاني وتر. بتلاقي الزاويه تمام المماسيه، المماسيه اللي هي دي بتساوي الزاويه المحيطيه اللي هي دي. تمام؟ طيب عشان بس لو اتكلمنا في الكلام ده لو سالني فيه بقى انا ايه؟ تمام. طيب تعالى بقى يقول لك ايه؟ اوجد محيط، وبالمره بقى الشكل ده لو عندك دايره كده ورسم لك فيها شكل رباعي كده، الشكل ده بيسموه رؤوس وهي بيمر بقى الدايره، بيسموه رباعي دائري. رباعي دائري ده فيه مميزات، ايه المميزات بتاعته؟ ان كل زاويتين متقابلتين متكاملتين، يعني 180 درجه، يعني لو لقيت الزاويه دي 120 درجه تلاقي دي 60 درجه. طيب لو لقيت الزاويه دي مثلا 50 درجه تلاقي دي 130 درجه. مش شرط يكون الزوايا، مش شرط تكون المنفرجه قد المنفرج، يعني المهم ان الاثنين دول مع بعض مجموعهم 180، والاثنين دول مع تمام بعض مجموعهم 180 كده. ده الشكل الرباعي الدائري، عشان لو قابلنا برضه واحنا بنحل. برضه بالنسبه لحته الممسات، بالنسبه لحته الممسات كمراجعه على الدايره كلها، لان طالما انا في قياس دائري ومرتبطين بالدايره فممكن يجيب لي اي سؤال مرتبط بالحاجات القديمه دي، ان في حاجه عندنا هنا كده كان لما يقول لك لو دايره كده
وفي نقطة بره كده طلع منها ممثين، ممثين كده واحد كده واحد كده، تمام. الممثين دول متساويين في القياس، يعني لو لقيت ده طوله 10 سم تلاقي ده طوله 10 سم، وفي نفس الوقت المماس ده بيبقى عمودي على نصف القطر، نصف القطر طالع من المركز لهنا يبقى المماس عمودي عليه معايا، والمماس ده برضو تمام. عمودي على نصف القطر اللي من هنا، يعني معنى انا كده ان فاكر دي، الشكل ده، ايوه افتكرتها. ايوه يبقى الشكل ده برضو رباعي دائري. رباعي دائري يعني ايه؟ يعني دي 90 ودي 90، يعني لو الزاويه اداني الزاويه دي مثلا 60 يبقى الزاويه دي 120، عشان يبقى مجموعه 180، مش عشان دي قد دي مرتين، لا يعني لو دي 50 تلاقي دي 130، المهم ان مجموعه دي ودي 180 ومجموعه دي ودي 180. هيقول لي بس مفيش دايره بتمر برؤوسه، وهما بيتخيلوا ان لو دا لو انا رسمت دايره هتمر برؤوسه، طالما عنده كل زاويتين متقابلتين مجموعه 180 فبيسموه شكله رباعي دائري، يعني حتى لو مفيش دايره مرسومه بتمر بيه يمكن رسم دايره تمر برؤوسه، انا ممكن اعمل دايره كده وتمر برؤوسه الاربعه، تمام، فبيسموه رباعي دائري عشان كده. فجاي بيقول لك ايه بقى في السؤال التاسع، بيقول لك اوجد محيط الدائره التي فيها طول القوس، محيط الدائره يعني انت عايز مني نقط، او محيط الدائره بيقول ايه؟ محيط الدائره مراجعه برضو بيساوي 2 ط نق او 2 باي نق. طيب ومساحه الدائره بالمره بتساوي ايه؟ بتساوي، بص هتطلع الاثنين دي فوق النق يبقى باي نق تربيع. فهو لو طلب محيط الدائره او مساحه الدائره يبقى معنى كده انت عايز مني النق في الاول. هو عشان اجيب النق، النق ده محتاج ان انا يكون عندي قياس دائري، صح ولا لا؟ لان النق واللام مرتبطين بالقياس الدائري مش بالستين. طب الزاويه اللي هو مديها لي، الزاويه اللي هو مديها لي اولا فيها عيبين، العيب الاولاني ان هي محيطيه وفي نفس الوقت جايبه لي بالقياس الستين، وانا ما بتعاملش مع الزاويه المحيطيه، القياس الدائري مرتبط بالزاويه المركزيه، القياس الدائري مرتبط بالزاويه المركزيه. يبقى تاني انا هاخد المساله من تحت لفوق، من تحت لفوق يعني ايه؟ هو طالب مني محيط الدايره، محيط الدايره يعني انا عايز نق، وطالما انا عايز نق، النق ده مرتبط بالقياس الدائري سيتا د، طب والقياس الدائري مرتبط بزاويه مركزيه، زاويه مركزيه مش زاويه محيطيه، خلاص نجيبها بقى. انت دلوقتي بتقول الزاويه المحيطيه مديها لي كام؟ مديها لي يعني عايز ترسم او ما ترسمش براحتك، المهم ان هي 45، يبقى كده المركزية هتبقى 90، هتبقى مرتين، صح ولا لأ؟ تمام؟ يبقى أنت كده كأنك مديني السيتا درجة مديهاني ب 90. طب ما أنا أقدر أحولها لك لسيتا دائري، سيتا دائري إزاي؟ سيتا درجة، أدي سيتا درجة أهي، وأدي سيتا دائري ونحول، ده باي وده 180 ودي 90، لو أنا عملت مقص خلاص هيبقى كام؟ كملها هنا بقى، يبقى 90 في باي ده سيتا دائري كده هيبقى بكام؟ هيبقى ب 90 في باي على 180، تمام. عايز تسيب الباي، ما تسيبك تسيب الباي خليها موجوده، يبقى 90 على 180 دي لو انت عملتها تديك نص، نص باي يعني باي على 2، هو الباي ده لو انت حطيتها جنب الواحد، الواحد ملوش لازمه، يبقى ايه؟ حتى ال 180 باي يبقى ال 90 باي على 2، بص تمام. طب طالما انا جبت سيتا دائري انا اقدر دلوقتي اجيب لك النق واللام لو انت عاوز، يعني اديني لام وانا اجيب لك نق، او اديني نق وانا اجيب لك لام، هو مديك لام اهو ب 12، بسيط. طبق القانون بتاعنا بقى، سيتا دائري بيساوي لام على نق، صح كده؟ انت خدت بالك القصه ماشيه ازاي؟ هو اداني المحيطيه قمت جايب منها المركزيه، لان المركزيه هي اللي لها قياس دائري مش المحيطيه. طيب يعني اقصد يعني قانون القياس الدائري مرتبط بالمركزيه وليس المحيطيه، فلما جبنا المركزيه نقدر كده نجيب القياس الدائري، قياس ال 60 لقينا ال 60 قمنا محولينه دائري. طب ليه حولناه دائري؟ لان انا عايز قانون بتاع لام على نق، ولام على نق ده لازم يكون سيتا دائري. طيب كده تمام، اقدر اعوض في القانون، اقدر اعوض سيتا دائري كام بباي على 2، اللام عندك بكام يا باشا؟ اللام ب 12 والنق مش موجود، طب ما تعمل مقص خلاص يبقى النق هيطلع بكام؟ الباي هتبقى تحت عشان شبكه معاه، و2 في 12 فوق، 2 في 12 ب 24. طب اسيب النق كده؟ سيبه كده عادي مش مشكله، ب 24 على باي، لان انت اصلا هو مش مطلوب منك،
انت لسه هتدخله تعاود في قانون تاني، فمفيش داعي تقعد تطلعه بالآلة ويطلع لك عدد كبير وتقعد انت تقرب في العدد، يطلع لك ناس 3 علامة 5 6 2 7، تضطر انت بقى تقعد تقرب العدد. كل ما انت بتزود في التقريب في المسألة، يعني كل ما تعمل كذا عملية تقريب بيحصل نسبة خطأ في الإجابة النهائية، يعني تلاقي الإجابة النهائية فارقة معاك نص درجة، نص سنتي، 6 من 10 سنتي، سنتي كامل. فعشان كده يفضل خلي التقريب ده لو امكن في اخر خطوه، يعني كل ما الاجابات تطلع لك كده سيبها بالباي عادي عشان ما يبقاش فيها نسبه تقريب. طب لو انت عملتها مش غلط بس هيطلع فيها نسبه ايرور او خطا بسيط، تمام؟ طيب سيبه كده بالباي وابتدي عوض بيه بقى. انا لسه هجيب محيط الدائره، طب المحيط هنسميه ح مثلا، المحيط بيساوي 2 باي نق، يعني 2 باي في نق اللي انا جايبه ب 24 على ايه؟ على باي. ودي مصلحة جدا لأن الباي هتشال مع الباي، صح كده؟ معايا ولا مش معايا؟ مع ألو؟ حضرتك طيب الباي هتشال مع الباي، 2 في 24 بكام؟ 48 سنتي، تمام؟ طيب في مسألة برضو جايبها لك، بيقول لك إيه؟ يعني بحاول أنقل الأفكار المختلفة. بيقول لك ايه؟ بيقول لك زي رقم 13، شكل رباعي قياس احدى زواياه 11 دال على 6. هو لسه فاضل كتير؟ قربنا خلاص، قربنا، بس بقول كل تمام. الافكار بس كده، يعني بس بقول اللي ممكن يكون فيها فكره بس، يعني خلاص كده. يعني دي مثلا انا بس بتكلم ان هو ايه، انا هقول لك فكرتها بس. دي رقم 13، هو مديني زاويه ب 11 دائري على 6، وزاويه تانية ب 2 و4 و9 من 2 و4 على 9 دائري، وزاويه ثالثه ب 45 درجه. طب ما انا امسك الاثنين اللي مديهم لي دائري دول احولهم لايه؟ ل 60، معايا؟ اللي هم ما 11 11 دال على 6 ده احوله ل 60، و2 و4 على 9 دائري ده احوله ل 60. يبقى كده كلهم بقى ايه؟ قول مثلا 11 على 6 دي مثلا هتطلع مثلا 50 درجه، و2 و4 على 9 دي قول مثلا هتطلع 120 درجه، وعندك زاويه كمان 45 درجه. طب ما انا كده ممكن اجمع الزوايا كلها واطرحها من كام؟ من 360، اطلع الزاويه الرابعه. يعني اقصد ان هنخلي كل الزوايا تبقى 60، نقوم لما عشان ال 60 ايه مرتبط بال 360. تقدر بقى ايه، عندك ثلاث زوايا، تقدر تجيب الرابعه ازاي؟ 360 ناقص الزاويه اللي فاضله، ناقص الثلاث زوايا هيطلع لي الزاويه اللي فاضله. طب كده الزاويه الرابعه هتطلع بال 60، هو عايزها بالدائري وال 60 نقدر نحولها برضه. اشوف المساله اللي هي بتاعت ايه، يعني مديني مساله رقم 18، دي ممكن نختم بيها. يعني المساله رقم 18 لو انت ملاحظ مديك ايه، انا بتعمد بس ايه، بجيب المسائل اللي هي فيها برضو اجزاء مرتبطه بالسنه اللي فاتت، لان هو الاتجاه الحديث دلوقتي في الامتحانات ان الامتحانات تراكميه. تراكميه يعني ايه؟ يعني ممكن يجيب لك اسئله مرتبطه بثالثه اعدادي، اسئله مرتبطه بثانيه اعدادي، وده تفكير صح. يعني تفكير صح ليه؟ بس تالتة إعدادي الترم التاني أنا ما لحقتش لأن ما انا كورونا. عارف، وكان في جزء عشان الكورونا والكلام، بس هو الفكره ايه؟ هو منه كده بيخليك تاخد الجزء اللي انت ما خدتوش، دي حاجه. الحاجه الثانيه الرياضه فعلا هي تراكميه، ما ينفعش اخد حاجه السنه دي وانساها السنه الجايه، لان هتبص تلاقي ايه؟ اللي انت بتاخده السنه دي برضه هيبقى تلاقيه معاك تاني في ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي، وان شاء الله لو دخلت هندسه هتلاقيه. فالرياضه ما ينفعش ان انا ادرس لك السنه دي اولى ثانوي وشكرا، ننسى ثالثه اعدادي بقى وثانيه اعدادي، لا. الرياضه هي حلقه واحده زي اللغات كده، زي الانجليزي مثلا، فهي حلقه مرتبطه ببعضها. ما ينفعش انا خدت فيرب تو بي في رابعه ابتدائي اجي في ثالثه اعدادي انساه، ولا في اولى ثانوي انساه، راحت عليه. لا، هي كده اللغات والرياضه مرتبطه، حلقه متصله. طيب فهو كده ممكن يجيب لي مسائل من دي في الامتحان ليه؟ على اساس ان هي بتربط الماضي، يعني بتربطك بالماضي اللي هو بثالثه اعدادي. ويا سهل، يعني هو بيقول لك رقم 18 وهي مساله من كتاب المدرسه، ايه كتاب المدرسه طبعا مساله برضه مهمه جدا. فلو جينا بصينا دلوقتي اهو، بيقول لك فيها ايه؟ بيقول لك مديني دايره كده خلاص اللي احنا قلناه من شويه، اللي هم القطعتين المماستين دول بيبقوا مالهم متقابلين في نقطة، دول بيبقوا متساويتين. وعلى فكرة لو هو وصل لك ده كده، ده بقى مثلث متساوي الساقين.
يعني بالمناسبه يعني لو هو وصل لك الضلع ده كده، ده مثلث مساوي الساقين. مساوي الساقين ده مفيد في حاجه؟ اه مفيد، ان الزاويه دي قد ايه؟ يعني هو لو اداني دي مثلا 80 درجه وقول لي هات الزاويتين دول، دي تبقى 50 ودي تبقى 50، لان انت فاضل لك المثلث كله 180 درجه، لما دي لوحدها 80 فاضل لك 100، قسمهم على 2 50 و50. معايا؟ كويس. فهو هو مش عامل لي كده بقى، هو عامل لي ايه؟ قال لي انا مدي لك هنا ان ده طبعا عمودي، المماس ده عمودي على نصف القطر، المماس ده عمودي على نصف القطر، يبقى الزاويه دي كلها 90، الزاويه دي كلها 90. طيب واتفقنا الشكل ده فعلا بيبقى رباعي دائري، يعني دي 80 يبقى دي هتبقى كام؟ رباعي دائري من خواصه ان كل زاويتين متقابلتين مجموعهم 180 درجه او متكاملتين. فلما دي 80 في الادي 100 درجه. تمام. وده اللي انا عاوزه من الموضوع، لان انا عايز زاويه مركزيه. هي دي اللي انا شغال عليها في القياس الدائري والايه؟ وال60. طيب فهو بيقول لي ايه؟ اوجد لاقرب عدد صحيح طول القوس الاكبر بيجي. ايه ده، هو في قوس اكبر واصغر؟ اه ما هو بي جيم ده قوس اهو، ماشي. طب ما واحد تاني يقول لك طب ما في قوس تاني اسمه بي جيم اهو. كل ده يبقى انا كده عندي قوسين، قوس اكبر وقوس اصغر، ده بي جيم الاصغر وده برضه بي جيم بس الاكبر. طب ما احنا نجيب الاصغر ونبقى نجيب منه الاكبر. هقول لك ازاي دلوقتي. اه الزاويه دي 100 درجه صح؟ 100 درجه، يبقى معنى كده ان القوس، خد بالك في نظريه بتقول لي ايه في ثالثه اعدادي؟ ان قياس القوس بيساوي قياس الايه؟ الزاويه المركزيه. تمام؟ بس انا مش هحتاج دي دلوقتي قوي. ليه؟ انا يهمني انت بتديني الزاويه المركزيه دي، انا لازم احولها الاول ايه؟ هي جالي 60، طب انا هحولها دائري لان اصلا طول القوس مرتبط بالدائري اهو، يبقى سيتا درجه وادي سيتا دائري، ادي 180 وادي باي، حط لي ال 100 تحت ده اضربها بالآلة، يبقى سيتا دائري بيساوي 100 في باي على 180. انا لو عملت 100 على 180 دي هتديني كام؟ تدي لك كام بالآلة؟ هتدي لك 50 على، هتديك 5 على 9 معايا؟ هتدي لك 5 على 9، يبقى كده سيتا دائري طلع ب 5 باي على 9. حلو. طب انا طالما عندي سيتا دائري ب 5 باي على 9، طب انا عندي قانون اقدر اجيب طول القوس. تمام، اقدر اجيب طول القوس، يبقى انا عندي كلام على سيتا. النق. تمام ماشي. طيب ده لو انا عايز طول القوس الاصغر، ممكن انا اطبق ايه القانون ده واجيب. طيب انا ممكن اعمل حركه تانية واجيبها في مره واحده. ازاي؟ ايه مش الزاويه دي 100 درجه، خد بالك بتساوي قياس القوس ده، يعني القوس ده قياسه، ما القوس له قياس وطول، قياسه 100 درجه. طب القوس الاكبر يبقى كام بقى؟ الباقي بقيت ال 360، يعني ده قياسه كام؟ القوس الاكبر قياسه الزاويه المركزيه بتاعته 60. 260 درجه. فانا كنت ممكن اعملها في خطوه واحده واريح دماغي، انت عايز مني القوس الاكبر، مفيش داعي اجيب الاصغر وارجع اجيب الاكبر، ما انا اجيب لك الاكبر على طول، خلي زاويته 260 مره واحده. تمام؟ يبقى كده 260 في باي على 180 واحسبها على طول، هتطلع لك كام على الاله؟ هتطلع لك 13 على 9. 13 بعد كده انت جبتها بالقياس الدائري. آه لو هو عايز بقى ايه؟ كده القياس الدائري هستخدمه انا في ان اجيب طول القوس بقى. ما هو سيتا دال، يبقى معنى كده ان قياس القوس الاكبر ده دائري ب 13 بقى على 9. طب انا اطبق القانون، سيتا دال بتساوي لام على نق. تمام؟ لام على نق. هو مديني ال اه الالف ب ب 12. اه ده دخلني في قصه ثانيه، معلش انا اسف، هي الزاويه كانت 60، انا عملتها 80 ما اعرفش، هي كانت 60. اه يبقى دي كانت 120، يبقى ده كان قياسه 120 القوس ده، والقوس الكبير كان قياسه 240. معايا محمود ولا مش معايا؟ حضرتك اه 240، ده دي كانت 240. معلش انا عملتها على المثال بتاعنا ونسيت مش شكل المساله يعني. طيب 240 على 180 دي كانت هتدي لك 4 على 3، كانت هتطلع 4 باي على 3. تمام، سيب الباي خليها زي ما هي 4 باي على 3، يبقى كده السيتا دائري ب 4 باي على 3. انا هو عايز طول القوس، طب ما انت لازم تكون مديني نق. للاسف هو ما ادانيش نق. دي بترجعنا للنظريه في ثانيه اعدادي. ليه بقى؟ بص الحركه دي اللي عاملها دلوقتي، امسح بس كده عشان تبان. مش انت قلت لي دي 120؟ طيب انا، وانا لو جيت قمت عامل ده كده، لو قمت عامل ده كده، وصلت ده كده،
المثلث ده بقى مثلث اسمه 30 60. ليه؟ الزاويه دي كانت كلها 60 يبقى مقسومه 30 يبقى دي و60. 30، فالزاويه دي الزاويه 60. دي 90. لو نرجع بالذاكره كده لثانيه اعدادي كان بيقول لي وصلت. الضلع المقابل لزاويه 30 يساوي نص الوتر. الضلع المقابل ايوه لزاويه 30 يساوي ايه؟ نص الوتر. نص طيب الوقت. هو مديني ده 12 تمام؟ ومديني ده 12. طب في يبقى مشكله ده هيبقى دلوقتي. بستة. لا انت مديني الضلع المقابل ل 60. مديني مش بص مديني بقى يا سيدي. الوتر. ما انا هقول لك بقى حاجه حلوه. هو الضلع المقابل ل 30 هو اللي نص الوتر، طب الضلع المقابل ل 60؟ يبقى الوتر ب 24. لا ما تستعجلش، ما تستعجلش، اصبر بس. خد بالك انا هعمل اه المثلث صح، مره هو كمان. انا بقول ايه؟ انا لا بنام استنى اصلا. استنى بس استنى، معلش هي مساله قويه شويه. بص هعرفك بس معلومه قديمه وخلاص، على ربنا نخلص اهو. ده الضلع المقابل ل 30، لو ده عارف، لو مديني ده ال 12 كنت اقول له الوتر ايوه ب 24، لكن للاسف هو اداني ده ال 12 المقابل ل 60. بص بقى، لما يديك المقابل ل 60 خده اقسمه على جذر 3. يقسمه على ايه؟ على جذر 3. لو قسمت 12 على جذر 3 هتلاقيها ادتك ايه؟ هتلاقيها ادتك 4 جذر 3. ركز بقى، الاجابه اللي بتطلع دي بتبقى الضلع المقابل لزاويه 30 4 جذر 3. طب مش الوتر قده مرتين، يبقى 8 جذر 3. معلش لفه كده، يبقى لو اديتك الضلع المقابل ل 30 ده نص الوتر على طول، لكن الضلع المقابل ل 60 تقسمه الاول على جذر 3 يقوم مطلع لك اللي قصاد ال 30، تقوم قال ده نص الوتر، يبقى الوتر 8 جذر 3، كانك تضرب ده في 2 خلاص كده. طب انا كنت عايز اصلا، انا كنت عايز من القصه دي كلها الضلع المقابل ل 30 اللي هو الايه؟ يبقى ده كده معنى كده ان ده هيبقى 8 جذر 3 وده هيبقى 4 جذر 3. انا اصلا محتاج ده اساسا لان هو ده نصف القطر اللي انا عاوزه، انا مش محتاج 8 جذر 3. انت معلش معايا؟ تمام. ما حضرتك خلاص يبقى لام على 4 جذر 3. طب انا كده ممكن اعمل لك مقصات بقى وبتاع واجيب. خلاص يبقى لام بيساوي اضرب 4 باي في 4 جذر 3 على 3. مساله فيها فكره قويه جدا، هو المعاصر بصراحه، وهي جايه من كتاب المدرسه كمان، معاصر مثل دي مسائل كتاب المدرسه، ومسائل كتاب المدرسه بيبقى فيها افكار جامده جدا، خد بالك، والمعاصر افكاره حلوه برضه فيها، فلذلك المعاصر جميل، في ميكس من الاثنين يعني. طيب خلط كتاب المدرسه مع المسائل بتاعتك الاثنين مع بعض، فميكس حلو قوي يعني. طيب واحسب اللام بقى اللي هو طول القوس بتاعنا وخلاص وقفت. بالتالي كده كده يعني اتفهمت القصه، وانت خدت مساله، انت خدت احنا اديتك واحده انت حلها صح؟ صح. طيب محتاج تحل عليه تاني دلوقتي ولا تمام؟ لا أنا بنام. طيب طيب ماشي ماشي، بس هو درس سهل عامة يعني صح؟ صح بجد ولا في حاجة مش مفهومة؟ والله العظيم مفهوم. طيب ماشي، إن شاء الله بقى ممكن إحنا المرة الجاية برضو إذا حاجة واقفة معاك نتدرب عليها وندخل في حاجة تانية. ماشي؟ تمام طيب يلا ماشي. سلام.